نمشوا احنا بنقولك على حاجه لها علاقه بالاكل، مش ان مثلا مطاعم ولا اي حاجه، لكن دراسه مؤخرا نسيت وين بالضبط تو نشوفها ونقولك على دراسه مؤخرا قريت عليها، اللي هي قال لك حاله الزوز المرتبطين سواء زوجين او حبيبين او اي حاجه، لما يكونوا في حاله سعيده هذا يسبب سواء للبنت او للولد البدانه، وهذه الدراسة على فكرة للسعادة، يعني السعادة سبب بدانة. لأن أنت لما تكون سعيد هم هيك دارين دراسة على كذا شخص يعني في المكان هذا. ما هو لما تصلي يعني بتقول تاكل 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 لما سعيد والجو مليح وكذا. أنا هذه ممكن نصدقها ما قدرتش على روحي، يعني متى لما حد سعيد ياكل حد زعلان ما ياكلش. أنا ما نعرفش روحي امتى ناكل امتى ما ناكلش. ما هم كان حسيتهم من الدراسه هذه شجعوا ان سابوا بعضكم وفوتوا وطلقوا حاجات واجد يعني متعاركوا وديروا حاجات واجد مش تضعف يعني.